يسعد اوقاتكم من وين ما عم تتابعونا. نتعلم عزف اغنية اسمها مو حرام مو ظلم لفنانة اسمها مي الريان بعتقد، زائد واحد ترانسبوز شباب، السرعة 87، ايقاع الف. شباب قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تعطونا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة، اهلا وسهلا فيكم جميع، وبتكتبونا بالتعليقات شو بدكم، وان شاء الله ما نقصر معاد مثل ما عم تشوفوا، بس متأخر شوي حسب ظروف الشغل. طيب شباب، هي كورد الري اوكي، زائد واحد ترانسبوس مثل ما حكينا، اوكي شباب بلش هيك، انتبهوا. يا شباب اوكي شباب، هذا اول مقطع. بعدين شباب بفوت بصوت كمان، بعدين شباب اوكي، بعدين شباب بفوت هيك، بعدين شباب بلعب هالحركة، اوكي بحط فيل ان، بعدين شباب بتفوت بالكلمات، مو حرام مو ظلم. اوكي شباب، هاي كلمات مو حرام مو ظلم. بعدين تحكي ما سويت بالحب جنون والحب ما هو عيب، انه هيك اللحن يعني. اوكي
بعدين بتحكي مالي بخت مالي حال. بعدين شباب يفوت بصوت ناي بعدين هيك شباب حركة بعدين هيك شباب بعدين بيختمها هيك بعدين شباب بيختم الحركة هيك بعدين شباب بترجع بتفوت كلمات حبينا حبونا جرحونا أو ظلمونا تمام نفس اللحن محتارين خلونا بالهم والراس تمام كلمات شباب مرتين هذول بعدين تحكي شباب وين نروح ما تخلص من كلام الناس اوكي بعدين شباب بيفوت بصوت كلارنيت اوكي هلا مع الايقاع نلعبها من هون شباب
بعدين برجع لصوت البزق. اوكي شباب، بعدين بختمها بهاي. شباب بعدين ترجع بكلمات نفس اللحن نفسه. نفس اللحن شباب، ما بيختلف اي شيء. بعدين شباب برجع بعزف بصوت الكمان، كمان حكينا عن هاي الحركة. بعدين شباب بعدين شباب برجع لصوت البزق. كمان هالحركة حكينا عنها شباب قبل. بعدين شباب برجع بختمها بهاي الحركة. بعدين شباب بختمها هيك. ترجع تحكي مو حرام مو ظلم، نفس اللحن. حكينا عنه الحركات هذول. هي شباب الايقاع تبع محير، والله ما عرفت شو انه اثبت شيء عليه هاد. يا شباب ترجع، والحب ما هو عيب. وبتخلص الأغنية شباب، ها هي كلها. إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم شباب اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، اكتبونا بالتعليقات شو بدكم، وإن شاء الله مثل العادي ما مقصر مع حدا. تحياتي للجميع.